استقبل صاحب معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين معالي السيدة كايسا أولونغرين وزيرة الدفاع في مملكة هولندا الصديقة. نعم، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بمعالي وزيرة الدفاع في مملكة هولندا الصديقة، مشيدا معاليه بعلاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين ومملكة هولندا، والتي تشهد على الدوام تطورا وتقدما في مختلف المجالات.